كنت متوجه جاي أي يوم عادي، أنا متوجه إلى مكان عملي في الداخل في منطقة رعنانة، وأنا أنتظر في خط الباص اللي أنا لازم أطلع فيه، وكانت الساعة في حين وحوالي 6:45 أو 6:15، جالس أنا وبدخن سيجارتي وعادي سمعت حد بذكر في اسمه، بقول أنا كريم يونس. الفضول تبعي خلاني أقوم، قمت على أساس أني أتعرف عليه، أسلم عليه، أبارك له في خروجه من السجن. وطبعا كلنا يعلم أنه كريم يونس قضى من العمر سنوات كثيرة قضاهن في السجن، يعني 40 سنة. هذول 40 سنة جيل كامل، يعني ما أعتقدش أنه أي إنسان يعني يمر عنه هذا الشخص أو يمر عنه هذا الاسم ما يحييهوش على هاي السنين اللي قضاها، أو ما يهنئهوش في لحظة خروجه من السجن. يعني إحنا لحسن الحظ ولحسن الصدف، وقلناها يا محاسن الصدف، إنه كنا من الأوائل. يعني أنا كنت أول شخص أو ثاني شخص يعني بصافحه وبسلم عليه وبهنيه بخروجه من سجنه بالسلامة. وكان هذا المشهد بحذافيره داخل محطة باصات على مفترق إكفار سابر عنانة في الداخل. فأكيد راح يسأل وين أنا. فقلنا له، أنا قلت له يعني أنت موجود حاليا بين إكفار سابا وهدى شارون ورعنانا، يعني أنت على مفترق الطرق هذا، وفي كمان على زمانهم بكى الموجود على المفترق هذا، بكى في موجود هناك مصنع علف، حسنا مصنع العلف راح. هو بلش يتذكر، ذكرت له انه هاي البساط، بساط ايجد. طبعا لما نزلوه في المحطة اعطوه بطاقة، حسب ما ذكر هو، يعني حسب ما ذكر لي، يعني انه نقلوه من سيارة السجن لسيارة ثانية وجابوه على محطة الباصات واعطوه بطاقة زي يعني، قالوا له استخدم هاي البطاقة، هاي بطاقة احنا بنستخدمها للسفر داخل اسرائيل، هاي بطاقة فيها مصاري، يعني احنا بندفع مسبق فيها، بنشحنها مصاري بحيث انه لما نطلع في الباص في جهاز بنحطها عليه بخصم قديش حق او تسعيرة الرحلة اللي احنا بنلقم فيها. فكانوا معطينه كرت رب كاف زي هذا على اساس انه يوصل ل مسقط رأسه أو لبلده. طبعا هو ما استخدم المواصلات، مباشرة الشخص اللي اتصل فيه من أهله اتحرك. قلنا له يعني أنت طالع على زمن غير الزمن اللي أنت كنت عايش فيه، يعني الناس خلينا أقول غير الناس، يعني الناس اختلفت مفاهيمها، اختلفت كيف بدي أقول لك إياه، اختلفت الناس، يعني 40 سنة الناس اختلفت لوجوه غير لوجوه. طبعا الأماكن اتغيرت، وهو ذكر يعني الشوارع وسيعة مش زي ما كان هو يعهدها ويعرفها. قلت له أنا لما هو أظهر البطاقة تاعت الباصات، قلت له هاي الباصات زمان إحنا بكنا ندفع مصاري، هسا صرنا من خلال هاي البطاقة نحطها على جهاز داخل الباص وندفع للرحلة، يعني قسط الرحلة اللي مطلوب منا. فهو ذكر
طبعا انا قلت له هاي الباصات، باصات ايجد لونهن اخضر، والباصات الشركه الثانيه اللي هي دان وباصات نوفا طلعت جديد، يعني اتشكلت الباصات وتنوعت واختلفت. قال لي انا لما سجنت بكيت اعرف انه الباصات بلون واحد اللي هو اللون الاحمر، يعني اللي كان متعارف عليه باص ايجد القديم.